بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، الدرس الثاني من دروس القطوع المخروطية، تابع للقطع المكافئ. خلينا نعمل مراجعة للقطع المكافئ نتذكره. قلنا حسب التعريف هو مجموعة من النقاط المستوي والتي بعدها عن نقطة ثابتة يساوي بعدها عن مستقيم. بعدها عن نقطة ثابتة يساوي بعدها عن مستقيم ثابت. سمينا النقطة بالبؤرة، سمينا المستقيم الثابت بالدليل. الآن نسمي النقطة التي بعدها عن البؤرة يساوي بعدها عن الدليل برأس القطع. طبعا المسافة بين البؤرة والرأس تساوي المسافة بين الدليل والرأس. إذا كانت المسافة هذه سي، فإن المسافة الثانية بعد البؤرة عن الرأس هو أيضا سي. طيب نسمي المستقيم المار من البؤرة والرأس بمحور القطع. المحور يمر من البؤرة ورأس القطع وهو عمودي على الدليل، نسميه محور القطع المكافئ. إذا محور القطع المكافئ يمر من البؤرة والرأس وعمودي على الدليل، وهنا المحور أفقي لأنه يوازي المحور إكس. إحداثيات الرأس HK، إحداثيات البؤرة H زائد C K، ومعادلة الدليل X تساوي H ناقص C، معادلة المحور. المحور يقطع، طبعا محور التماثل يقطع المحور Y بالنقطة التي بعدها عن نقطة الأصل K. إذن واي تساوي كي. أما العمود المرسوم على المحور عند البؤرة والذي يقطع القطع المكافئ بنقطتين، هذه بسمي القطع المستقيمة بسميها بالوتر البؤري، وطولها بالقيمة المطلقة 4 سي. هذه رتبناها في الدرس الماضي أيضا بجدول، هذه الصفات أو مواصفات القطع وأحداثياته للقطع المكافئ الأفقي واتجاهه اليمين أو باتجاه المحور إكس الموجب. تركنا واجب تمارين تحقق من فهمك 1A. راح نحل تمرين 1A، راح أكتبه بالصورة القياسية. لاحظوا الآن الدرجة الثانية دائما لازم تكون بالجهة اليسرى والدرجة الأولى بالجهة اليمنى حتى أقارنه. لاحظوا كيف كتبته، حتى أقارنه بالصورة القياسية للقطع المكافئ. طيب ما هو اتجاه هذا القطع؟ هنا الإكس ناقص 4، الإكس تربيع، إذا هذا رأسي. طيب هو رأسي، هل هو للأعلى أم للأسفل؟ طيب نقارن هذه معادلة بالصورة القياسية للقطع المكافئ الرأسي. 4 سي تساوي 8، إذا سي تساوي 2، و2 موجب، إذا هذا رأسي للأعلى. إذا قارنوا، 4 سي تساوي 8، وبالتالي سي تساوي 2 أكبر من الصفر موجبة، إذا رأسي للأعلى لأنه، وبالمقارنة مع الصورة القياسية للقطع المكافئ نجد أن هذا القطع رأسي للأعلى. طبعا طالما رأسي إذا راح نكتب صفاته وخواصه في الجدول هذا. المركز طبعا، وراح ناخذ بقية الصفات، البؤرة، الدليل، معادلة الدليل، معادلة المحور، وطول الوتر البؤري. خلينا نبدأ بالرأس. أنا بعرف الرأس H فاصلة K زائد C، آسف البؤرة، أما الرأس فهو H K، يعني 4، هذه ال H وهذه ال K، 4
ناقص 3. البؤرة H فاصلة K زائد C يعني 4 و K ناقص 3 زائد 2 ناقص 1، إذن 4 ناقص 1. نجي على معادلة الدليل، الدليل يوازي المحور X ويقطع المحور Y عند Y تساوي K ناقص C. إذن K ناقص C، منعوض الK ناقص 3 ناقص 2 ناقص 5. معادلة محور التماثل، محور التماثل X تساوي H، إذن X تساوي 4 و طول الوتر البؤري اللي هو بالقيمة المطلقة 4 C ويساوي 8 بالقيمة المطلقة يعني 8، وهذا هو قطع المكافئ. لرسمه يكفي أن نحدد البؤرة والرأس والدليل ونرسم القطع. كتابة معادلة القطع المكافئ على الصورة القياسية. الآن ممكن يعطيني صورة عامة للقطع بهالشكل هذا ويطلب مني أن أكتب المعادلة هاي على الصورة القياسية للقطع المكافئ. هذه الصورة بسميها صورة عامة للقطوع. طبعا الاكس هنا من الدرجة الثانية والواي فيها بس من الدرجة الأولى، لذلك هذا القطع مكافئ، لكن ما بعرف إذا كان رأسي ولا أفقي إلا بعد ما بكتبه بالصورة القياسية. ثم حدد خصائص القطع المكافئ ومثل منحناه بيانيا. رح آخذ المعادلة هذا الصورة العامة وأبدأ أصلح فيها. لاحظوا راح أتخلص أول شيء من الربع، راح أضرب الكل بأربعة، ضربت بناقص أربعة، بتصير عندي ناقص أربعة واي تساوي ناقص ربع بناقص أربعة واحد إكس تربيع ناقص أربعة بزائد ثلاثة ناقص 12 ناقص 4 بزائد 6 ناقص 24. الآن تخلصت من ناقص ومن ربع، راح أخذ الآن ال 24 للطرف الأول وأترك X تربيع ناقص 12 في الجهة الثانية. راح أعمل إكمال إلى مربع كامل للحدين X تربيع ناقص 12 X. كيف بتتم العملية الإكمال إلى مربع كامل؟ رح أضيف للطرفين، طبعا إذا ضفت للطرف لازم أضيف للطرف الثاني، رح أضيف مربع نصف معامل X، X معاملها 12 نصها 6، رح أضيف 36 هنا و 36 هناك. لاحظوا ضفت 36 للطرفين. هالعملية هي بسميها إكمال إلى مربع كامل. الطرف الثاني صار عندي مربع كامل. طبعا هون إذا جمعته خلينا نشوف، هذه 60 ناقص 4 واي زائد 60 تساوي هالحدود الثلاثة هي مربع كامل، واللي هو مربع فرق حدين، الحد الأول إكس والحد الثاني جذر 36. لاحظوا لو فكيتها مربع الأول ناقص ضعف الأول بالتالي يعني 12 إكس زائد مربع الثاني. الآن بطالع ناقص 4 عامل مشترك في الطرف الأول، رح يصير عندي ناقص 4 بين قوسين واي زائد 60 قسمة ناقص 4 ناقص 15. الآن هذه الصورة القياسية رح أكتبها على الشكل هذا. لاحظوا إكس ناقص 6 للتربيع تساوي ناقص 4 بواي ناقص 15. هاي هي الصورة القياسية للقطع المكافئ. إكس بالدرجة الثانية، إذن هذه رأسي، هذا قطع مكافئ رأسي. 4 سي هي ناقص 4، إذن سي سالب 1، لذلك رأسي للأسفل. إذن وهي معادلة قطع مكافئ رأسي للأسفل و
ويمكن كتابة خصائصه ومن ثم رسمه بسهولة تماما كما فعلنا في درس سابق أو في أمثلة سابقة. هذا هو شكل القطع. ناخذ مثال آخر، أيضا اكتب هذه المعادلة بالصورة القياسية. الآن أيضا هنا الإكس بالدرجة الثانية والواي بالدرجة الأولى، لذلك راح أنقل الواي للطرف الثاني والثلاثة للطرف الثاني، راح يصير عندي 4y زائد 7 ناقص 3، يعني هون زائد 4، إذا إكس تربيع تساوي 4y زائد 4. الآن هذه الأربعة بطلعها عامل مشترك، بصير عندي إكس تربيع تساوي 4 بواي زائد 1. لاحظوا هذه الصورة القياسية لقطع مكافئ أيضا رأسي، رأسه اتش صفر والواي ناقص 1 للأعلى، لأن 4 سي تساوي 4 يعني سي تساوي 1 موجبة. إذن هذا قطع مكافئ رأسي للأعلى، مركز رأسه 0 ناقص 1. إذن وهي صورة معادلة، طبعا وهي معادلة قطع مكافئ رأسي للأعلى، طبعا بالصورة القياسية بالشكل هذا. لاحظوا ال H 0 والكي ناقص 1، الرأس 0 ناقص 1، البؤرة 0 0، الدليل واي تساوي ناقص 2، معادلة محور التماثل اكس تساوي 0، وطول الوتر البؤري تساوي 4. أيضا نفس السؤال. الآن هنا واي من الدرجة الثانية اكس من الدرجة الأولى، لذلك الإكمال إلى مربع كامل راح يكون للواي. راح أنقل 15 للطرف الثاني. قبل ما نقلت قسمت الطرف الأطراف كلها والحدود كلها على 3، تخلصت من 3 واي تربيع، 6 على 3 2 واي، 15 على 3 5، 12 اكس على 3 4 اكس. الآن راح أعمل إكمال إلى مربع كامل، لذلك راح أتخلص أول شيء من الخمسة، خليني أنقلها للطرف الثاني. هالحدين راح أعمل لهم إكمال إلى مربع كامل، راح أضيف مربع نصف معامل واي. طبعا معامل واي هو 2، نصه 1 مربعه 1، إذا راح أضيف 1 للطرفين. لاحظوا ضفت هنا 1 وهنا 1 حتى ما يختل توازن المساواة أو المعادلة. الآن الحدود الثلاثة هاي هي مربع مجموع حدين، الحد الأول واي والثاني 1، إذا مربع مجموع حدين لو فكيناها تطلع هذه الحدود الثلاث. هنا 4y ناقص 4، بطالع 4 من مشترك، بصير عندي واي زائد 1 تربيع تساوي 4 بإكس ناقص 1. هذه الصورة القياسية لمعادلة القطع المعطى، وهي عبارة عن قطع مكافئ أفقي متجه نحو اليمين، لأن 4 سي هي 4 يعني سي تساوي 1 موجبة أكبر من الصفر. إذن نكتبها معادلة قطع مكافئ أفقي لليمين، وهو بالصورة القياسية من الشكل هاد، واي ناقص كي التربيع تساوي 4 سي بإكس ناقص إتش. طبعا إذا بدي الصفات بطلعها اتش كي المركز وهكذا، الرأس عفوا والبؤرة والدليل، معادلة محور التماثل وطول الوتر البؤري. أما بنكتبها بالشكل هذا أو بنكتبها على شكل جدول ما تفرق، وبإمكاننا نرسمه أيضا بسهولة بتحديد الرأس والبؤرة والدليل. آخر شيء بطلب من الطلاب حل الواجب رقم 2، حدد خصائص القطوع هاي، ثم حل أو اكتب معادلة كل مما يأتي على الصورة القياسية. هذه التمارين نحلها في دفتر الواجب، ونحضر دفتر الواجب للمدرسة لتصحيحه وإعادته للطلاب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.